السلام عليكم ورحمة الله حباب، إن شاء الله تكونوا بخير. طبعا قبل هيك أنا تكلمت لكم عن الفر اللي عندي. بسم الله ما شاء الله، هدول هم اللي ضلوا من الفر اللي عندي. صاير عندي مجزرة في الليل. صراحة أنا مش حطتهم في البيت هذا، بس حطتهم في البيت هذا عشان إنه أصور لكم إياهم، بعدين رجعتهم محلهم اللي هو تحت الحمام. فاللي صار هنا إنه عند الحمام في خرق صغير أنا مش شايفه، داخل منه اللي هو أكبر مصيبة اللي هي العرس، وعاملة عملتها في الليل، قتلة لي إياهم كلهم مسطحين مسطحاهم. طبعا العرسة ما بتاكلهاش كلها، بتاكل بس اللي عند منطقة الرقبة وبتقتلها بس، تمام، يعني مخربة بس. فصراحة قمت وحطيتهم هان، قلت اليوم إن شاء الله بدي أروح أجيب اللي هو فر وأربيه من تاني، على أساس إنه أنا بحب بيض الفر. صراحة هو فتح شهية لإلنا إحنا، بحب أكله كتير وبستفيد منه كتير يعني. فبدنا نروح نجيب اللي هو فر ونربيه مع بعض. خذ يا عم هاي اثنين. لا ده نجم. عم اسمع. بدنا توقفوا فات. يا عم بدك بشكلك عدم حل. يا حبايبي احنا رحنا على السوق وجبنا اللي هو الثمن فرات هدول. صراحة الجوز باتنين شيكل، فجبتهم وجبت معاهم اللي هو بطين بط بلدي، قلت احطهم تحت الحبشة لما ترقد، وجبت بيضة براهمة دجاج براهمة، تمام، بيضة دجاج براهمة اللي هو الدجاج الغالي اللي حجمه كبير. طبعا حطيتهم هنا وقلت الأحسن الكبار اللي عندي يضربوهم او يضلهم يخبطوا فيهم، فقلت اربيهم بس يكبروا لهم شويه. صراحه هذول عمرهم 30 يوم، ضايلهم كمان 30 بصيروا 60 يوم وبستعدوا اللي هو للتزاوج ويبيضوا وناخد ان شاء الله من بيضهم، فان شاء الله خير. فبانصح اي حد بحب يربي الطير هذا اللي هو السمان او الفر، انه يحرص انه ما يكونش في البيت ولا خرق، تمام، على اساس انه العرس اللي اكبر نكبة بنواجهها احنا المربيين الطيور، في الطيور اللي عنا ما تخش وتقتلهش وتخرب له. صراحة هي ما بتسويش حاجة غير بس انها بتاكل الرقبة وبتسيب الطير كله، فصراحة يعني اشي مأساة. فخدوا بالكم يا جماعة الخير، وخدوا بالكم برضو من البسس، برضو البسس برضو كتير لها مواقف يعني معايا، فإن شاء الله خير. برضو هم زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، هدول اللي انا جبتهم صغار يعني جداد، منظرهم كيوت صراحة. هم الجمعة اللي فاتت انا شفتهم كانوا اصغر من هيك وباتنين شيكل، فالجمعة هذه كبرانين وبرضو باتنين شيكل. طيب حبقى اصور لكم على البيض هذا، حبقى اصور لكم عليه
وان شاء الله يطلع عندي يكون يعني معلق او في اللي هو مكبس او مكسر عليه الديك ويطلع معي اللي هو البطتين والبراهمة. حطهم هام معقد وبعدين انا اول ما تصير ترقد الليل انتايا بنحطهم معي. حبايبي ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وان شاء الله هيك يكونوا استفدتوا. وبهيك وصلنا لاخر الفيديو. ياريت لو عجبك الفيديو تسلخ لايك، ولو اول مرة بتفوت قناتي ياريت تعمل سبسكرايب وتفعيل تنبيه الجرس ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.